ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة مع ايس تيوب. جيب رسول نلعب لعبة روبلوكس، والنهاردة هنهرب من المستودعات. ايه يا كنشنش، ناوي تهرب ولا تقعد تتخزن هنا ولا ايه الكلام؟ كنشنش يا ابو العسائيس، يعني انا تسيبني في مستودعات تجيبني مستودعات روبلوكس؟ انا هحطك هنا يا عم في الصندوق يا عم ونصدرك بعد كده، بس مش هتجيب همك صح؟ شباب ما بتنسوناش بقى باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده 20,000 لايك. ولو انت لسه جديد معانا اتمنى منك تنزل دلوقتي تشترك معانا في القناة، تلاقي الزرار كده تحت كده اليمين شمال لونه احمر زي شعر كنشنش كده. لا بس شعر كنشنش بني. تعالى كنشنش يا عم استنى، انا عايز اختصر. بص لو نزلنا من هنا تصدق ان انت طول عمرك كسلان. وطي يا عم وخش كده على طول. مش راضية. ايوه بقى انا بقى اعطيك واحدة كده هيتشوت عشان تخش سريع سريع. اه التشيك بوينت هنا يا سوس، انا اقرها ازاي؟ انا بقول لك. انا شاكك فيك ان انت فار مش كنشنش، فار صغير كده بتلعب في المستودعات. ها طب والله يا عم سهله، تعالى حاول تخش. بص حاول تخش بس كده. يلا يا حبيبي بدل ما احطك في العلبه واصدرك هتوجعني دماغي. تعالى كناش. يلا يا عم نبتدي. شفت بقى حوض السمك اهو انت بتحبه؟ شوف السمك حصل له ايه. ايه اللي جاب سمك لمصر؟ ايه اللي... ايه انا برضو شفت انت ما بتلمس حاجه. بتقلي ثلاثه بعمل ايه؟ بص بص يا شاي يا خرابي. يبي لا لا يا سلام. لا طب بص بقى اتفرج بقى، بص بقى لما بقول لك ايه، تعالى من الزرعه للسمكه للتشيك بوينت. طب بص انا هعمل ايه بقى واتحداك تحدي. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ سوسه والله والله سوسه. مفيش ثانكس عشان قلت لك على السر. ثانكس ثانكس. الباب مش مفتوح، خش من الشباك يا راجل. بس اعمل لك سهم هنا، يعني بقول لك خش من الباب. ايه ده باب مفول؟ افتح يا كنشنش. يا عم خش. البتاع دي شكلها مسدوده والله. بص يا ابني انت صدقت هو الباب مسوك؟ ايه ده ايه ده؟ سحب. استنى عندنا فين؟ يلا هو المجاري كده بتعمل كده ليه يا عم؟ هو دخلنا المجاري بسببك يا كنشنش، عمال تاكل انت وترمي في الزباله. شوف اللي حصل بعد كده. الزباله دي يا عم بس امشي ازاي انا من هنا؟ ما كل ده بسببك يا عم، المجاري اتسردت بسببك، كل شويه تاكل حلاوه وتحدف. بص يا كنشنش يعني البنت سبقتك وانت لسه لسه ما كملتش. يا عم اسكت يا عم، هو في ايه؟ لا بس البنت اشطر منك. بص اتفرج عليها، بص بص الاحتراف، تعلم منها. هي غلطت أيوه. منك عشان انت حسدتها، فاهمني؟ تعالي هنا تعالي اعلمك عشان تعمل الاحتراف. حتى انت اجري اجري يا كنشنش والله العظيم. بص انت حسدتها اهي، البنت اختها تانية مستنياها اهي. طب يا كنشنش شفت انت اول ما مشيت؟ تاتا 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 خرابي. هاي المناديل بتاعتك ايه يا سوس؟ ها تقعد تمسح بقك انت وترمي. ها لا لا انا ما اعملش الحركه دي. بص انا بطني وجعتني اصلا من المكان ده. بقول لك ايه، انزل على الزرعه يلا بينا. طب استنى كنت تاخد المفروض تبقى شغاله دي. انت كنت عايز تاخدها جام بتقلد ابو الاساس. لا يا عم طب استناني استناني، ما تروحش في حته على جيني. استنى لا انا همشي واسابقك. ايوه يا عم استنى استنى بس اخلع بقى بقول لك. حطك في العلبه. صحيح يا كنشنش، مش انت قلت لي لو وصلنا عدد لايكات معينه تحلق قرعه ما حلقتش ليا نوتي؟ ها يا عم انت بتفتكر الحاجات دي امتى بس؟ لا احنا اتفقنا على كده. اتفضل احلق قرعه لو سمحت. يعني بص الولد ده اشطر منك، حلق قرعه اهو سامع الكلام وانت ما تحلقش. اصبر اصبر بس يا لهوي، يعني انت مش هتطلعني إلا؟ لا مش هتتحرك غير لما تحلق، ده اتفقنا. طب يا عم اصبر عليا لحظه واحده، احلق واجيلك. يا سلام عليك يا كنشنش. خلاص يا عم حلقت اهو. احلى قرعه دي ولا ايه؟ هات بص يا عم. فرحانين انتوا كده ها؟ ماشي ماشي يا عم، ابعد عني ما تقربش مني والله ذوق اوعى. شباب لو وصلنا الفيديو ده 40,000 لايك هخلي كنشنش يشيل ايه تاني بقى؟ فكر معايا كنشنش. هشيل ايه تاني؟ هشيل ايه تاني؟ تعالى انت اللي هتحلق. يا عم لا انا طب صح استنى والله تحدي حلو. لا انا خلي التحدي اصعب. لا لا معلش 40 لا يبقى 50,000 يا شباب. لو 50,000 احلق قرعه. لا لا مفيش الكلام ده، هو لا من 50 ماليش دعوه الا من غير اي حاجه. 5000 لايك تحلق قرعه. لا 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 انسى. يلا احلى قرعه لو 5000. بتهزر بتهزر يا نوتي. يلا نط يا معلم. طب بقول لك ايه، انا هرجع شعري تاني لو كسبت. ماشي لو كسبتني ماشي ممكن. يعني ما احنا كده كده في التشيك بوينت ممكن انا اسباك. ما ازاي تكسبني ازاي يا عم واحنا عاملين سباق؟ تطلع بطني يا عم. المهم ان انا ارجع شعري بس وخلاص اهو. يا عم حسدتني انا رحت خالص اهو. مبسوط؟ الحمد لله. شباب 50,000 لايك واشيل شعري زي ما بس ما كلامك يا نشتش. لا 5,000 ده بيهزر بس. انا سبقتك في التشيك بوينت كده، انا ارجع شعري تاني.
رجع ايه؟ تعال يا حبيبي بتهزر. اخر الماب ارجع بشعري. هتفضل قرع لحد اخر الجيم سامع؟ بقولك ايه انت ماشي غلط. انزل من هنا، شايف من هنا، انزل من هنا. اه والله شكلك عسل بس وشك يا عم. ما تبصش عليا ايش تعال تبص على يا عم بص تعال انت ماشي غلط. لا ارجع يا لهوي. والله حظي شوف. اه يا سوس عايز تقدر بيا. شوف شوف صديقك التاني واقف ازاي محترم. تعلم منه. شوف 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 ايه بس تعالى بس واقف بقى رعيته ازاي. بيبص يمين بيبص شمال بيركز. مش زي يا كانوتي. بقولك ايه انا كمان ببص يمين وشمال واعرف ابص لك كويس قوي. انت بتخوفني يعني؟ طب روح اقول لها روح فيها يا عم. بص ولا وسع من هنا ولا ضربش اخوك يا ولد. يلا هدي انا وانت. يلا بينا تعالى نعدي الحته دي. ايوه يا سلام. ايه ده انت رحت فيها؟ والله ما حدش عارف يعدي. ليه يا عم؟ اه طب يعني انت ينفع تمشي وتسيب اخوك؟ افتكرتني وقعت صح؟ لا يا عم حتى لو وقعت خدت الشر ورحت. قصدي هتوحشني يا كنت عايز على عليك. شكرا شكرا شكرا. احلى باركور والله بحب اوعى 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 انا اسرع يا عم. دي بص عدالك في ثواني فهمتوا؟ ثانيه اهو فهمت. اوه اوه البنت زقتني والله. أحسن. ازاي كده يحصل؟ وقعت والله. لمين شمال؟ شمال وتحت فوق شمال لمين والنص بس. لا. يا عم بقى انا وقعت بقى. استنى يا عم انا في متاهه دلوقتي. بص بقى عايز اطلع. الحمد لله يا رب. يعني المتاهه عاملين على قد القلاسه بالظبط. مش عارف اروح فين. اهو وصلت. تتوه من مين؟ يا رب. ها يا رب. انت اللي يا رب تتوه كده. ما تعرفش توصل فين بدايتك من نهايتك. دعواتكم اي مش نطلع. استنى بس ايه اللي فين بدايتك من نهايتك؟ نهايتك تعالى يا حبيبي انا مستنيك. انا رايح فين؟ صدق المتاهه كبيره بجد. احسن يا رب ما يطلع دعوات. لا يفضل محبوس كده بالقرعه يبقى طول حياته ما يعرفش يلعب غير هو قرعه. وانا اللي افوز عليك يا نوتي. ماشي ماشي شكرا شكرا. هل يعني زعل؟ ها وانت غدار ابنك شمال. والله المتاهه كلها متاهه كبيره قوي. كلها المتاهه. ها تعالى يا حبيبي المتاهه مش كبيره. ولا 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 يقعد يحلف. انا بجد اوه عارف. اه يا شاي ما انا شاكك فيك. شاكك في قرايتك. ها تعالى يا حبيبي يلا. انا بقول لك ليه صح. خليك يا عم في الليزر بتاعك ده. انا اسبقك من هنا واطلع من هنا اهو ما يعرفش يعدي زي ما انا. طب ما التشيك بوينت عندي. تعالى يا حبيبي خد تشيك بوينت. صوره رخص عليك. تعالى كانشني. استنى بس لازم تشيك بوينت دي يعني. اوه انت انت كل حاجه عايزها. اه اقعد اضحك اضحك ماشي. اديته عين اديته عين. لما امسكك من قرايتك دلوقتي ما تزعلش. تعالى قرايتي برضه. تعالى هنا. بس انا زي العسل يا ابني. الدنيا حر وبتاع. والله انت عملت ده صح فاهم. الدنيا حر بقى. وانت ما تحلقش ليه؟ المفروض انت كمان تحلق. ما انا قلت 50,000 احلق. انت فاهم؟ شباب وصلوا لل 50. عشان خاطر يا شباب وصلوا لل 50. استنى بس انا اقول لك مميزات القرعه. اول حاجه بيجي لك طراوه زي كانك فتح التكييف تمام؟ دي قرعه. انت متاكد؟ ايوه يا عم جيب لك طراوه. وكمان ينفع ترابيزه لو انت ركزت على قرايتك ينفع احط عليها مثلا. انت والواد ده جاي تبوس راسي يا عم بس يا ابني. انا اه الراجل خطفني يا عم. انا كنت لسه اقول لك مميزاتها يا عم. والله لسه داخل شفت الراجل اقرع برضه. يا لهوي انا مش قرع يا عم. انت اللي قرع يا كنشنش. يلا اوه اه ده ايه ماشيين في زوره. الراجل نزل يا نهار ده قد الزحله. يلا يا كنشنش. لا يا عم بيشجعني. انزل ولا ما انزلش؟ انزل ولا ما انزلش؟ يابي ما تنزلش. ايه ده؟ لا اه الحمد لله. وقعت انت كمان صح؟ لا يا عم طلعت. انا زيك يا نوتي. يا حظك. احنا ماشيين في كرش الراجل دلوقتي. شوف واكل ما بينضخش بيبلع. ايه ده؟ شوف واكل ورك. ايه ده؟ ورك. وانا صغير ما كنتش بعرف امضخ. كنت اي حاجه ببلعها زي ما هي والله. عشان كده كنت ما شاء الله. ايه ده كنت بتضايق من دبوس الفرخه ما كنتش بعرف ابلعه. اه عشان كده بقى يمسكوك بقى من قرايتك ويقعدوا يزغطوا فيك صح زي البطه كده تك تك تك. اكلمك على فكره مش هرد عليك. انا دلوقتي لما تحلق اتفرج بس. انا لما تحلق اقرع كده انا هعمل لك حفله. وانت لما تكسب هزغطك. يا الله يا كنيش. اهو دلعك اهو مالكش حجه بقى. يلا يا بطبوطه بقى عشان ازغطك النهارده. ازغطي ايه؟ فول يا عم بس بقى. فول تعالى تعالى فول تعالى يا بطبوطه تعالى. يا جدعان وصلوا ل 50,000 بقى عشان خاطري. يا رب لا. ايوه كده غيظك انا كانتني شبه احلى. اوه ايه اللي اوه؟
وقعت؟ طب حلو يا عم، خير. انت كل ما طبعا احس في خير كده وهنفوز باذن الله، وان انت بتكسبني، فرحان ان انت بتكسب. اه طبعا. هو بص انا رايح جاي، بص يعني من كتر الاحتراف خلاص بقى. تمام كده كنت... يا عم المحترف انت، اصبر بس. كنت من الباركور، تعال يا حبيبي. ايوه مكنت. الحاجه التالتة بتحقق شوكولاته يا كنش، شوف مش حرمك من حاجه. بس بص يعني بص شوكولاته استنى بس، بس عشان بطني وجعاني يا ابني. افهم مش بطك يا ابني، افهم دي. طب انا هثبت لك ان هي شوكولاته. بص هي شوكولاته وفيها قطع بندق. تستاهل بقك، تستاهل بقك. تعالى تعالى صحتك، يلا تعالى نبطل. تعالى توجعك من ايه؟ ها تعالى انزل انزل انا وحظي بقى. انا وحظي خطفتني على طول. وانت كمان يا عم كنت خد لك قطمه كده على السريع عشان انت جعان يا عم. انا هدومي اتبهدلت وشكلي اتبهدل خالص يا خرابي. ايوه عدي عدي، الحمد لله على السلامه. صدق بقى الثانيه دي هي اللي بتوقع. يا لهوي، ما انت لو خدت منها قطمه خلاص كده يا معلم تقدر تعدي عادي خالص. بطني وجعتني، بطني وجعتني. ايه يا عم العربيه دي؟ انا بس العربيه الباب وفي ايه؟ اذا انت وصلت انت مالك بتتسلق ايه؟ بتعمل ايه؟ مش العربيه استنى. يا ابني ما فيش سلالم هنا. تمثال القرعه. استنى ايه ده؟ شباب هو في شوف انا كمان تمثال البطن. بقيت خلاص قطع. تمثال البطه. تعالى بس. عشان هنا في مش العربيه، ظلمت العربيه. استنى ده بترول، ده بترول في كل حته. اها وقفت على العربيه يا باشا. يا سلام، اوعى تيجي بقرعتك. انزل على انزل على القرعه. استنى ترى ان انا اطلع اقف على الباب. لا سيبك من الباب، انت في حاجه لاحظتها دلوقتي؟ لو جيت نطيت هنا ده المكان اللي احنا جينا منه هنا. شفت نطيت نطتين ما حصلش حاجه، الثالثه هي اللي فنشتني. شوف بجد ايه رايك بجد؟ تصدق اهو اهو. بس يبي يبي يبي. بص 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 يا معلم، المهم بس استنى بس عشان اقول لك انا. تعالى كده انا هسبقك واكسب. ده انا بنط على البلوكات وما حصلش حاجه. انا جيت جنبك. بص انا شفتك انت بتزق. اتفرج بص يا كنش، بعدي ازاي على البلوكات. اتفرج يا معلم، اتفرج يا زعيم. استنى ده انا طلعت فوق السور وحركات. كمل هنا يا عم. استنى بس كده، تعالى بلا فوق السور بلا بتاع. استنى انا عايز اخد اخد لنا بقى ايه، عربيه من دول. اخد لك عربيه؟ ده لسه ما ينفعش. ما ينفعش تطلع رخصه. تعالى بقرايتك دي، هو اما يشوفك اللي انت كده يقول لك ما ينفعش تطلع رخصه يا ابني. اوه طب يلا بينا بقى، تعالى نجري من هنا. عليك حلو، رجع شعرك. اوعى السبيد. لو فزتني، لو فزت عليا. استنى بس استنى، ما تبقاش كده، ما تبقاش كده. انا قاعد في الكافيه يا عم. ولا شوف الخطار. تعالى يا حبيبي اروح اطلع الشعر. تعالى يا حبيبي بس بقى كده، والله اروح اطلع شعري مش هستنى انا. ده اسمه نصب ماشي. حاسبك برضه، حاسبك. تعالى هنا. ركبت العربيه وبجري. يلا بلا سايس، اخر حاجه يركب العربيه. طير يا بطل. نتكلم الحمد لله على السلامة. كده رجع شعري، رجع شعري. مبروك. استنى ناخد كمان الجمب. استنى الله. كم 100 هو سبيد وباتشات. ناخد بقى الباتش الاحمر وحركات. يا سلام، نطلع ما نشوف العربيات التعبانه دي، عربيات البلاستيك. اوه تصدق مش عايز يطلعني فوق. اوه زعلان منك يا عم. بص العربيه بعدي كده ولا يهمني. حاسب ممكن تخبطك، ممكن تخبطك. بص بقى كنشنش، عندنا ثلاث مبات احلى من بعض. يعني نخش بقى بتاعه الاوفيس ولا بتاعه سيره المجوهرات ولا بتاعه السوبر ماركت؟ اوفيس اوفيس اوفيس. يلا بسرعه. يبي خش يا زعيم. يبي ايه ده؟ ده احنا كنا في فصل يا عم. مدرسه شركه ايه دي اللي بيعلموها في المدرسه؟ اوه لا اهو مفتاح، هات المفتاح. تعالى تعالى اهو المفتاح جبته لك. تعالى كانش افتح الحق الحق. ايه تعالى حبيبي انت قاعد لسه بتقرا؟ يا تي كبار. لا لا مش بقرا، بجيب مفتاح بس. ايه الحق؟ بيقول لك المدرس بيتجنن. يا لهوي وحبسهم اجازه الصيف هنا. طب مش كان كاتب لي من بره المكتب ايه اللي جاب المدرسه؟ تعالى يا عم يلا. مش عارف احنا ازاي يعملوا معانا كده. بس بقول لك ايه، هو انا اكمل اقرا كده؟ بقى هتقضيها. معلش والله يخص عليك بجد. سوري سوري سوري. تعالى بص تعالى بص يا كنشتس، تعالى بص ايه الرقم ده. يلا انا مش هبص، انا بعرف اطلع. الماب انت ما بتعرفش. تعالى يا ابني تعالى يا حبيبي تعالى. انت بتحبش المذاكره ليه؟ ها بتحبش المذاكره ليه؟ ذاكر واجتهد وبعد كده العب يا عم. احفظ احفظ، ده كود. يلا قول كود ايه خرابي. كل ده كود. 1 2 3 4 5 6
فين العصاية؟ فين العصاية؟ فين الشبشب؟ فين الشبشب؟ في صرصار هنا. انت مش عارف. مش عارف ايه بس بطيخ ايه يا عم؟ انت ما ينفعش معاك عصيانك يا نشنش. مين ده انا؟ وانا اللي عارف عدي. طب انا بقى هعدي واسبقك. ها؟ خليك تحلق شعرك تاني. اهرب. اوه. يلا. اوص. حاسب الاقلام. اوعى الاقلام. يا عم اقلام يا عم. بايد واحدة يا عم. عايز ايه تاني؟ النار الاحتراف يا نوش. شفت مش وده قلتلك؟ انا قلتلك حاسب وانا اللي وقعت. الحمد لله على السلامة يا اقرع. قصدي يا كنشنش. اقرع برضو تاني. انت تاني. يلا ناخد تشيك. بقولك ايه انا اسرع منك والله. بص واحد اتنين. يا عم شوف كرشك يا عم عامل إيه؟ ازاي ها؟ تلاتة. ووو. استنى بس اخد دورة كده سريع سريع. ايقلي من شمال وفوق وتحت تشيك بوينت. نطلع كده سبيد وناخدها جام. إيه إيه الله إيه عليك يا ابو الاساس. انا ممكن اخد كل التشيك بوينت دي من غير كل الكلام ده. ايه ده يا كسلو؟ انت بتعدي من جنب؟ يا رب موتك والله شقي. لا يا حظك. ما تعتمدش على الغش. ها هتغش؟ مش بغش مش بغش. يبقى ما فيش شعر. ذكي تحلق تاني قرعه. خلاص يا عم خلاص بقى. ما انا كسبت. المفروض تسد شعرك. دي فتحه سريه هنا نعدي. يا سلام عليك يا ابو الاساس. ونخلع من وادك كنشنش. ايوه. ايه ده ورك ورك في ديلك ده؟ زي كان دخلنا فوره كمبيوترات دي ولا ايه؟ شوف الالوان يا سوسه. كمبيوترات ايه يا عم؟ ده المطعم. اه بس في الوان اطباق. التفاحه بايظه. همك على كرشك والله. التفاحه بايظه. وانت الدوده اللي بتنخور فيها. ها انا عارفك يا سوسه. يب يب. بص الماب دي هعديها في 3 دقايق. ايه رايك؟ ما تقدرش تعديها في 3 دقايق. واتحداك يا نوت. اتحداك ان انت ما تقدرش تعديها في 3 دقايق. ده انا وصلت لمرحله المعمل وانت لسه قاعد. ما انا في المعمل. قربت اوصل للنهايه وانت لسه قاعد. ايه ده؟ ايه اللي وصلك ازاي؟ فينك؟ اه يا لئيم. بس مش عارف يعدي الاخيره. دي مش عارف يعدي هيموت. اوه. صدق. احسن. خرابي. دم على حسب نجاح. دمرتك يا كنشنش. ناخد تشيك بوينت. شكرا. هجيب دلوقتي انا. شكرا شكرا. اطلع هنا اريح دماغي. ايوه نعدي من هنا 100 100. تصدق كل ما اعدي منها اقع. خرابي. برافو عليك يا كنشنش. يا بطل. قول لي قول لي قول لي. وقعت يا عم. ايه اقول لك ايه؟ اللون الاصفر؟ ده سر. عدي من النص. يا مش عايز اقول لك انا بس. يلا بقى كنشنش. الحمد لله على السلامة. بص بقى كنشنش. شايف اللي في الارض ده؟ يا وجع البطن يعني. بس يا عم بقى يا عم اصبر بس. يا عم الفرفور ده عزمك على شوكولاتة اهي. شايفها؟ يا عم بلا شوكولاتة بلا فرفور. بس الحجم العالي. ايه ده؟ في كمان منها قطع مرمية يمين وشمال. شمال لمين؟ يعني كد فروة. بس فرتين. جميلة. كفاية اللي هو عنده. بص الشعر بتعمل ازاي؟ نفسي افهم ايه اللي خلاه جميل بس مش فاهم انا. لا كنشنش رحت فيها بسبب المناديل. مش انا قلت لك الفر؟ عارف هو جميل ليه؟ عشان جدع. لا مش مقرف. هو جدع ان هو عزمك على على الحاجه اللي انت بتحبها بس انت مش عارف يا كنشنش. تقعد تحطم فيه. لا فر مقرف جدا. استنى استنى حاول انا اعدي الشمال. ايوه اشتغل جامب بس كده سهله. وصلت انا للمستوى ال 19. قربت اوصل لخط النهايه واكسبه. انا وراك في 19. طلعت من الحمام الورات. يا سلام. لا ما تطلعش من الحمام استناني. طلعت من زمان. ايه ده؟ رجعت مره ثانيه للفصل. هو بيرجعني ثاني وارفع حوالين نفسي. بس وصلت لخط النهايه. لا يا حبيبي اللي تشكل ال 20. انت اللي اتضحك عليك. انت في حاجه ما عرفتهاش. انا الاستاذ. اه يا نوتي. تعالى بقى فين؟ خلاص خلاص. تعالوا يا شباب انا هقف لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش باب اللايك. واتمنى انكم تشتركوا معانا في القناه لسه جداد معانا. وزي ما قال لكم ما كانشنش لو وصلتوا ال 50,000 لايك في خلال يومين او ثلاثه ابو الاسايس هيحلق قرعه. اشوفكم بقى في فيديو جديد مع اي سي تي يو جيمنج. يلا سلام.